إلى طاولة الجامعة العربية يعود ملف الأزمة السورية عبر اجتماع لوزراء الخارجية السبت في القاهرة بعد اتهامات متبادلة بين النظام الأسدي والمجتمع العربي. الطرف الأول يقول إن الجامعة متحيزة والأخيرة تأخذ على سوريا عدم تطبيقها مبادرة الحل. كل هذا وموقف لبنان الذي طالما دعم الإجماع العربي مبهم. هذا الموقف يؤكد وزير الخارجية الأسبق فارس بويز ضرورة أن يأتي عقلانيا، لأن المعارضة السورية معارضات ونظام الأسد قوي، مضيفا آخر من يحق له الحديث عن الإجماع وأعطاء دروس في الديمقراطية هي الجامعة العربية. مصلحة لبنان هي بأن يتمنى ويعمل على أن تتم الإصلاحات بجو من الأمن والاستقرار والهدوء في سوريا، وأن يتمنى لسوريا بأن لا تعم فيها الفوضى وأن لا تذهب سوريا إذا حالت الفوضى المفتوحة، وعلى لبنان أن لا يكون متدخلا في هذا الأمر. نحن عندنا موقف سياسي كمعارضة، ولكن بنفس الوقت نؤكد عدم التدخل. هذا واحد. اثنين، نحن لا نريد أن نكون طرف، ولكن لا يمكننا إلا أن نلتزم بمبادئ وقيم وثوابت ثورة الأرز التي هي عنوانها الكبير الحريات. منريد نحن ننقل نفسنا، ولكن لا يجوز أن لبنان يبقى يغرد وحده خارج إطار الإجماع العربي وخارج إطار الإجماع الدولي. يقال أن الأمور يمكن أن تذهب إلى حد طرح موضوع عضوية سوريا في جامعة الدول العربية، هل ممكن أن يصل الموضوع إلى هذا الحد؟ وفي حال طرح، لبنان كيف سيتعاطى؟ أنا أعتقد بأن يعني أشك بأن يصل هذا الأمر إلى هذه الدرجة، ومن ثم أعتقد بأن إذا وصل الأمر لهذه الدرجة يعني يكون قد وصل إلى درجة غير واقعية. وفين بالقرارات أو المواقف التي يمكن أن يأخذها وزير الخارجية؟ شوف، ما هي من الأساس هذه الحكومة أتت لسببين. أولا العمل على فك ارتباط لبنان بالمحكمة الدولية. اثنين، مساندة ودعم النظام السوري أيا كانت المواقف الدولية والعربية. بكلتا الحالتين اخذين البلد لأزمات كبيرة. وأتوقع أوغاسابيان أخيرا أن تكون جلسات المناقشة في الجامعة العربية عاصفة، محملا رئيس الحكومة مسؤولية أي موقف يتخذه لبنان.